مساء الخير جميعا، ضيوفنا الاعزاء، الجمهور الكريم، مرحبا بكم. يسعدنا اليوم تواجدكم معنا في هذا الحفل الكريم. بالمناسبه نرحب بضيفنا العزيز استاذنا ووالدنا جميعا عميد الاساتذه المخضرمين الاستاذ الفاضل محمد الاشرافي. نقدر وننوه بالتضحيات والاحسان التي قدمتموها في ميدان النضال والثقافه والفكر. المحترمه السيده فاطمه الشهر نائبه رئيس جماعه العرائش، شكرا على دعمكم وجهدكم الماخوذ من جدول انشغالاتكم المهمه لحضور هذه الامسيه. شكرا للاستاذ عبد اللطيف الحفيدي على انخراطه في سلسله التوقيعات واللقاءات الثقافيه التي تنظمها الجمعيه. تهانينا الصادقه بهذه التجربه في مجال التاليف والابداع الفكري. الف مبروك على هذا الانجاز العظيم، ونتمنى لك المزيد من التميز. شكرا للاستاذ عبد السلام التداوي لتواجدكم معنا اليوم. الاخ منير التداوي انسان خلوق، الصديق الوفي ايام الدراسه الجامعيه، فشكرا على قبول الدعوه. شكرا للاستاذ محمد عزم، نرحب بكم مجددا وبالشراكه الجديده مع جمعيتكم ارشيف عرائش لتوثيق التراث الثقافي والبحث التاريخي. شكرا للاستاذ بعلبه ولجمعيه الامل للمتقاعدين والمسلمين في عرائش على تجاوبهم لانجاح هذا اللقاء الثقافي. شكرا زملائي اعضاء جمعيه اصدقاء نكبه الوسائطيه عبد الصمد الكنفاوي على انخراطهم الايجابي وتعاونهم الدائم لانجاح المشاريع الثقافيه للجمعيه. في اطار برنامجها الثقافي برأس سنه 2022 وبدعم من جماعه العرائش، تنظم جمعيه اصدقاء نكبه الوسائطيه بتنسيق مع جمعيه الامل للمتقاعدين والمسلمين بالعرائش اليوم النشاط الثقافي تقديم كتاب البطل المجهول لمؤلفه عبد اللطيف حفيدي وحفل تكريم الاستاذ الفاضل محمد الاشرافي.